هتقولي لهم لي نيلي نيلي حيامك شيريهان شيريهان. انا ما في لك قد ايه مبسوطه فيك اليوم. وانا كمان اليوم الجيرل باور، الطاقه النسائيه الناعمه، القوه اللي هتغلب السقف. شو محضرتي له؟ اتمرنتي له اكيد؟ بصي لا انا سايباها على الله كده، انا شخص قلاوي فسايباها على الله. يا سقا احترس احترس. ما شاء الله عليك، انت رشاقتك جاي هيك بالجينات. نحن لازم بقى حكينا كثير عن السقا، اخر سؤال لك، انت جاهزه للسقا؟ جاهزه للتحدي اليوم؟ انا جاهزه انا جاهزه انا جاهزه. جير باور جير باور. لا 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 لا، هتقوليهم لي نيلي نيلي حيامك شيريهان شيريهان. هتقولهم لي نيلي نيلي حيامك شيريهان شيريهان. ما طلعش من هنا صح؟ لا هي دي المارك كده. اها صح؟ جود لك نيلي. أول ضربة لنيلي. أوه ماي جاد. زيلي زيلي. أوه ماي جاد. إيه اللي حصل ده؟ تعالي لي يا بطة، تعالي لي يا بطة. لا لا لا. لا لا. واضح إنك ما لعبتيها من أيام الموضة. هي عملت حركة. اسكتوا عشان أركز. يا رب ما تكسبش، يا رب ما تكسبش، يا رب ما تكسبش، يا رب ما تكسبش. ما هيكسب. أوه ماي جاد. That's a strike everyone. اخذت دبل العلامه 20 نقطه للسقا ولا نقطه لنيلي. بس لا يلا نيلي بدنا نكسب بليز. بدنا شفتي يعني انتوا ايه هو طبعا اكيد ماشي حلف القوه الناعمه جيرل باور يا سقا. طب ساعدني يمكن انا واقفه غلط. واقفه غلط؟ لا انت واقفه صح بس لاي داون يا بت كده يعني. ايوه كده بالظبط. استني اما الكوره دي تيجي عشان ما تلخبطكيش. بس برافو عليك احمد عم بتساعد نيلي. هيدي روح رياضيه طبعا لازم دي حبيبتي. تحدي الخير في برنامج اغلب السقا، نحن بنحب هذا الشيء. عندنا نقطتين، نقطة ألف إيه؟ ونقطة ب بالضبط. هنحاول نمشي بالراحة من غير ما نقع ونوصل لب ونرجع تاني. لا والله والله العظيم لو وقعنا هنرجع نبتدي من الأول. من الأول جاهزين؟ إن شاء الله. فضل. مش جاهزين بس من هنا ولا من هنا؟ من هنا هنبدأ. ما هتبدأوا غير ما تاخدوا البوزيشن وأنا بصفر لكم. جود لك. طبعا الأزرق لأحمد، نلي انت بالاحمر. طب نطلع زي. طب نتجرب مرايه حتى. اتفضلي 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 اطلعي خدوا البوزيشن. يا جماعه يا نهار اسود. اوكي استنى جاهزين؟ لا استني بس طب نجرب حتى نحط رجلينا يعني. لحظه هقول لك شيء مع الصفاره هنبدا. اوكي 1 2 3 يس. احمدته لازم ترجعه من عيد من الاول. لا انا ما وقعتش، انا وصلت للبي. احمد انا وصلت للبي بس يا رزاق. الخبير الخبير مش مشغل. ارجع نيلي عملتها صح. برافو. طب غششيني يا نيلي بتعملي ايه؟ يا عم انا ما انا ماشيه بالعافيه اصلا. نيلي مركزة جدا ماشية عدل ومحتار أحمد فيها. السقا وقع بالظبط. مش عايزة أنا أوتر نيلي. السقا هيرجع من النقطة ب في طريق العودة. أوف. بعدين بقى الجمهور حمسوا نيلي بليز لانه قربت الى طريق العوده بسلام. ومنحمس السقا كمان لانه نيلي 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 يعطيكي الف عافيه عملتيها كثير حلو. وانا واقفه قدام اهم اثنين لعيبه باسكت عمرهم ما مسكوا كوره باسكت بول. ده حقيقي. مالكيش في الباسكت بول خالص؟ طب على فكره لما بكاس العالم روسيا كانت بتلعب ضد منتخب مصر، انت كنت بتشجعي مين؟ مصر طبعا. اوبا سقف لمصر طبعا يا جماعه. سقف. انت كنت بتتفرج على الماتشات فين؟ كنت بتفرج على الماتشات في البيت. بس انت بتحب ريال مدريد. انا بحب ريال مدريد وبحب ياسين بحب ريال مدريد. اها
وبحب منتخب مصر طبعا جدا جدا يعني. زقفه يا جماعه المنتخب مصر، يا رب دايما يفضلوا رافعين النسر فوق. جاهزين للعبه دي؟ ان شاء الله. انتوا موجودين على مروحه الباسكت اللي هتلف لما هنبدا اللعب. قدامكم 5 باسكت. اها. واكيد معاكم كور كتير. لما تبدا تلف هتشوطوا على الباسكت الموجودين. اها. لازم تملوا الباسكت لغايه العلامه البيضاء دي. كل باسكت بياخد 4 كور بس، فلو بقى عندنا 4 كور ما تشوطوا، مش هنلعب عليه تاني. اها. حلو؟ سليم. عندنا طبعا الكابتن فارس منورنا على ارض الملعب، واتمنى ان اللعب يكون نظيف. اللعبه بتنتهي لما بيخلص الكور اللي قدامكم. تمام. انتوا جاهزين؟ ان شاء الله. الجمهور جاهز؟ يلا بينا نلعب مروحه الباسكت. يلا برافو، يلا نالي بتحاول، السقا بيحاول، لسه الباسكت نضاف. اوه برافو نالي، 1 لنالي. كانت قريبه يا سقا. يلا يا نالي، لغايه دلوقتي بس كوره واحده دخلت، كانت قريبه دي يا سقا. يلا يا سقا، يلا برافو برافو، قريبه الباسكت عم تخبط فيها. نالي عم بتحاول لما بيجي دوره. برافو نالي. الكابتن كابتن فارس موجود معنا ليعد الكور. برافو سقا، اول كوره تعادل 1-1 نالي وسقا. برافو برافو، ده احنا ضايعين، انا ضايع. يلا نالي برافو، حاسبه لتدوخه لانه اللفه دي الجمهور عم بشجع. انا برافو احمد، 2-2 لاحمد، 1 لنالي. يلا يا نالي، والجمهور يشجع في ارض الاستاد والملعب. برافو احمد، برافو احمد، 3 احمد. كرة واحدة لنالي. نالي واحمد بشوط من بعيد، احمد الحريف. طب شوط لي واحدة يا احمد كده معاكي، بتخبط فيها. لا احمد ما يعرفكيش دلوقتي خالص. برافو نالي. والجمهور عم بشجع مبسوط انه نالي حطت كوره كمان. برافو برافو سقا، خلاص برافو نالي، برافو نالي، برافو نالي. الباسكت الخامس ما بنلعب عليه لانه قفل. مش عارفه قدامنا كوره كتير، بدي نفسي. يلا نالي 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 نالي، الجمهور من اصل نالي وسقا. برافو، هيدا هو جو الحماس باغلب السقا. اي الكور قربت تخلص. نالي بعد عندك 4 كور. يلا احمد بعد عنده كوره واحده. نالي عندها، انا بلعب كده وخلاص، بتشوط ده اخر واحده، يا رب تيجي في عينه اخر. برافو، بهيك بتنتهي